بهدف تطوير الخدمات الطبية والتعرف على جديد الأبحاث العلمية، أقيمت على مدى يومين فعالية مؤتمر الوادي للأطباء السوريين في الوطن والمهجر، والذي أقامته جامعة الوادي الدولية الخاصة بالتعاون مع الجمعية السورية لأطباء العيون ونقابة أطباء سوريا وجمعية رابطة أصدقاء المغتربين والرابطة السورية لأطباء الأورام، جامعا تحت مظلته خيرة الكفاءات الطبية السورية. لذلك كثير بيتساءل انه اللقاح لازم ناخذه او ما لازم ناخذه، شو بيصير معنا؟ كلياتنا بنتساءل حاليا شو الاعراض اللي بتصير بعد اللقاح. النتيجة اللي شفتها اليوم انه لازم كلياتنا ناخذ لقاح، لانه هو عمليا عامل ايجابي وليس سلبي. الهدف الاساسي منه هو جمع الخبرات السورية المتواجدة في أصقاع الدنيا كلها وجلبها لسوريا، وبالمقابل نفسه نحن نعطي خبراتنا اللي هي مع خبرات مهمة وعظيمة الموجودة هون. هو غنى لنا وغنى للأطباء السوريين الموجودين هون، بيسمح لنا هذا المؤتمر بتبادل الخبرات بين بعضنا البعض وتقديم أفضل ما يمكن حاليا كان في أوروبا أو في أي دولة من دول العالم. تضمنت فعالية اليوم الثاني للمؤتمر جلسات متفرقة عن الجديد في الجراحة والكوفيد والأطفال، قدمها عدد من الأطباء السوريين في الوطن ودول الاغتراب بالحضور شخصيا أو عبر الإنترنت. وعلى هامش المؤتمر أقيم معرض لعدد من شركات الأدوية ومعرض رسوم بعنوان الاغتراب ومسابقة قصات قصيرة تناولت إحداها عن تجربة إحدى طبيبات في المغترب بزمن الكورونا. اليوم انطرح موضوع توقف النفس أثناء النوم، وهذا موضوع خطير جدا، فعرضوا علينا أحدث الحلول وأفضل الحلول بالوقت الحاضر، وحلول حقيقة على مستوى العالم إسا تطبيق جديد. حتى المواضيع ضمن عنوان الاغتراب، بس كان في عنا تنوع، منا لوحات بينت معالم وش الشباب المغتربين، فيها حزن فيها تعب، في عنا لوحات كانت شوي تجريدية، لوحات عبرت عن معاناة الغائب المسافر. أختي دكتورة هي مانا كاتبة الحقيقة، بس اللي عملته هي ألفت كتاب عن كورونا بناء على التجربة الشخصية اللي عاشيتها. بلشت القصة أول ما بلشت الوفيات تزيد بأمريكا، من وراء أنه الناس بلشت نسبة الوفيات الكبيرة بشيكاغو، أول شغلة كانت 90% منها كانت بدون رعاية المسنين، لهيك كان الموضوع ملفت للنظر شو اللي عم بيصير. الناس ما عندها فكرة أبدا عن الكورونا كانت، لا كيف تنتقل ولا شيء. يهدف هذا المؤتمر إلى إعادة الربط للعلاقة بين أطباء سوريا المقيمين والمغتربين والاستفادة ما أمكن من الخبرات العلمية والطبية، سيما في الظروف الحالية. من رحاب جامعة الوادي الدولية الخاصة بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.